عندما يضرب المثل بمعنى الدولة الحيادية الناجحة تذكر سويسرا. لماذا سويسرا؟ أولاً خلونا نفهم معنى البلد المحايد سياسياً. الدولة الحيادية هي التي تمتنع عن المشاركة في أي حرب مسلحة أو نزاع بين دول أخرى، ويجب أن تعترف الدول الأخرى بحيادها، والهدف ضمان الأمن الخارجي وتعزيز السلام العالمي. للدولة المحايدة الحرية في امتلاك أو الاستغناء عن الأسلحة والجيش، فامتلاكها للقوة هو ليس للهجوم بل للدفاع عن النفس في حال الاعتداء عليها. أما بالنسبة لحقوق وواجبات الدولة المحايدة فمن أبرزها أنه لا يحق للبلد المحايد المساعدة العسكرية لأي من الدول المتحاربة، وفي المقابل يجب أن تحترم الدول المتحاربة حقوق البلد المحايد بحيث أنها لا تحتل أو تتحارب أو تحرك قواتها في أراضي الدولة المحايدة. ويمكن للسفن الحربية المتحاربة أن تدخل ميناء محايداً في حالة طارئة، لكنها إذا بقت لأكثر من 24 ساعة حينها يحق للبلد المحايد احتجازها. هذه الشروط وقعت لأول مرة في القانون الدولي عام 1907، وتعتبر كل من أيرلندا والسويد وسويسرا وفنلندا والنمسا من أبرز الدول الحيادية، لكن سويسرا بالتحديد هي الأشهر. فكيف استطاعت تحقيق هذا؟ في الحقيقة كانت تعاني سويسرا مثل كثير من الدول من حروب دموية، وفي عام 1515 حصلت معركة بين فرنسا وإيطاليا ضد سويسرا عرفت بمعركة مارينيانو، وصنفت كواحدة من أكثر الحروب الوحشية عبر التاريخ، وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير. قررت بعدها سويسرا اجتناب المشاكل السياسية والعيش في سلام، وبدأت تطلب من دول العالم الاعتراف بهذا الأمر. وبعد أعوام من الصراعات استطاعت سويسرا بالفعل تحقيق مرادها وبقيت في سلام رغم عشرات الحروب التي نشأت لاحقا، لكنها اضطرت إلى التنازل عن حيادها عام 1798 بعد ضمها إلى إمبراطورية نابليون بونابرت. وبعد هزيمة نابليون في 1815 أكدت سويسرا مجددا حيادها الدائم وحافظت عليه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وبسبب الحدود التي تجمعها مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا واجهت توترات خطيرة كادت أن تفقدها حيادها، لكنها نجحت في الابتعاد عن النزاعات. منذ ذلك الوقت لم تشارك سويسرا في أي نزاع مسلح خارجي وأصبحت دولة مسالمة، ولهذا السبب ترددت سويسرا في الانضمام إلى أي منظمات سياسية، فقرار الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة جاء متأخرا جدا في عام 2002 في وقت لم ترى دول أخرى تناقضا بين مبدأ الحياد والانضمام إلى المنظمة. وبعد أن أصبحت عضوا كامل العضوية بالمنظمة واصلت سويسرا الوفاء بالتزاماتها وطرحت مبادرات جديدة على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان. أما الاتحاد الأوروبي فسويسرا مرتبطة به اقتصاديا عبر التجارة الحرة الأوروبية، لكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي حتى اليوم. برأيك هل ستنجح سويسرا مستقبلا في الحفاظ على حيادها؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.